وينضم إلينا مارك لي، محلل أسواق مالية في إكويتي. مارك أهلا بك معنا. مارك، يعني إذا كنت تتابع الآن الآخر التطورات، يبدو بأنه تم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لخروج بريطانيا، ولكن ننتظر التفاصيل، هذه البيانات الأخيرة التي تأتي من بروكسل. ولكن ما يلفتني أيضا بأن الباوند ثابت عند مستويات الدولار 36، كيف ترى تحركات الباوند على أثر هذا الخبر؟ وصلنا إلى النهاية، كانت رحلة طويلة ومنذ عدة سنوات، هناك أسبوعان صعبان مع عناوين متضاربة، لكن الأمور الآن باتت واضحة، وكان هذا الأمر يتدرج. كان هناك حديث عن تسوية بخصوص صيد الأسماك وتعززت الإيجابية البارحة، كان هناك حديث عن الصفقة الآن اليوم، كانت هناك اجتماعات ومؤتمر صحفي أجل، لكن المصادر تتحدث عن الصفقة، وبرأيي هذه الصفقة لم تكن لتنهار بسهولة. أنا كنت أتوقع التوصل إلى صفقة لأنها صفقة في مصلحة كلا الطرفين، ولا شك أن الصفقة قبل عطلة عيد ميلاد ستفيد الكثير من المعنيين بها، و رأينا الاسترليني مقابل دولار يرتفع، وعلى الرغم من الرالي أعتقد أن الاسترليني سيصعد بسبب، لكن حاليا هناك ضعف في السيولة، لكن في الفترة المقبلة والأشهر المقبلة الاسترليني إلى صعود. الاسترليني عند قيمة جيدة لأننا مع اقترابنا من المهلة النهائية احتمال عدم الخروج كان يجب أن يحتسب في السوق، لكن هذا الخوف خرج من الصورة، وأنا أعتقد أننا سنصل إلى 41 في مستوى الاسترليني. ومن الناحية الفنية هناك دلائل تشير إلى أن الصعود مستمر، كان هناك ارتداد إيجابي في الآونة الأخيرة، وكل الإشارات الفنية والأساسية تشير إلى صعود الاسترليني، لكن الاسترليني يتأثر بالدولار كملاذ آمن، والدولار تعرض لضربة كبيرة، وأعتقد أنه قد يكون هناك جني أرباح في نهاية العام، وهذا الأمر قد يؤثر على الدولار، كما أن الاسترليني يعتمد على الصفقة، ودائما كنا نرى الاسترليني مقابل اليورو. بعد الإعلان فلا بد مراقبة اليورو استرليني، هو دون المستوى 90، وهذا مستوى مهم يجب أن نراقبه. طيب، يعني مارك، تخلصت الأسواق من أحد أبرز الملفات ربما التي كانت تثقل كاهلها، وهو ملف البريكزيت، ويبقى لدينا ملف كورونا والتوقعات الاقتصادية للعام 2021. ما الذي يجب على المستثمر أن يركز عليه فيما يتعلق بهذه التوقعات؟ For months now, in my opinion, the markets have priced out coronavirus. The markets have shrunk. الأسواق ومنذ أشهر تجاهلت الفيروس وتجاهلت الموجات المختلفة، وكانت هناك شبكة أمان وفرتها الحكومات عبر الإنفاق وعبر الفائدة المنخفضة، وهذا الأمر طمأن المستثمرين. وإن تقل الانتباه إلى مرحلة ما بعد التلقيح، ولكن لا يجب أن نبالغ في ذلك، لأن هناك سلسلة أو سلالة جديدة من الفيروس انطلقت من المملكة المتحدة وتنتشر في أوروبا وخارجها. هذه السلالة الجديدة من الفيروس في بدايتها، ونعلم أنها معدية أكثر وبنسبة 40 إلى 70% بحسب التقارير العلمية، ولكن ذات درجة الإماتة مشابهة، وهذا أمر مرعب. لكن الجزء المهم بالنسبة لي هو اللقاح، يبدو أن اللقاح الذي يوزع
فاعل في التعامل مع السلالة الجديدة من الفيروس، ولذلك السبب لوحده لا أعتقد أن الأسواق أو معنويات الأسواق ستتضرر. نعم قد نرى عمليات إغلاق عام تمدد وقد يكون هناك ضرر اقتصادي، لكن العنصر الأساسي هو اللقاح. نعلم أنه فاعل ونعلم أنه يوزع بشكل إيجابي وربما أسرع مما كان متوقعا. هذا هو العنصر الأساسي الذي يشغل بال المشاركين في الأسواق وهو مصدر القلق الأساسي في السوق. مارك لي من إكويتي، شكرا جزيلا لك.